إمبيكس هي منتجات عالمية الجودة ولها خبرة طويلة في عدة أسواق عالمية وتتمتع بجميع المواصفات والمقاييس المعتمدة. واليوم يسرنا أن نعرض لكم بعض من منتجات الشركة من منتجات الجديدة في السوق: الخلاط الثلاثة الرهيب للعصائر والطحن والبهارات وتقطيع الخضروات والفواكه. والآن نعرض لكم طريقة عمل الخلاط. بداية نشرح لكم مكونات الخلاط، وهي مكينة ذات 300 أبواب، وخلاط العصائر، وخلاط المكسرات والبهارات، وخلاط الفواكه والخضروات. والآن نضع الخليط في الجهاز لنرى ماذا يكون لنا. عندما نخلص الخلط من الخلاطة يمكننا فتح الخلاط وإخراجه، ومن ثم نضع الغطاء فوقا لكي نحمله معنا. لا حاجة إلى استخدام الكاس، يمكننا أخذه إلى أي مكان للعمل أو إلى النزهة أو إلى أي مكان. والآن هذه الأداة الثانية تستخدم في طحن البهارات والمكسرات، وهذه غالبا في المطابخ تحتاجونها الأمهات والشغالات. والحين الجهاز يحمل ثلاثة، وهذه الطريقة الثالثة نستخدمها لقطاعة الخضروات والفواكه. الآن هذه طريقة العمل بعدما وضعنا الخضر المطلوبة أو الفاكهة. والآن يمكننا أن نضع شيئان لخلطهما مع بعض، ويمكننا أن نضع هذا العصير مثلا وهذا. يمكننا أن نقطع الخضروات أو الفواكه، ويمكننا أن نضيف معهم في خلط العصائر أو المكسرات أو البهارات. وسوف نقوم أمامكم بعمل. بعدما قدمنا لكم طريقة عمل هذا الخلاط الذي يعمل بعدة طرق في وقت واحد، ندعو الجميع إلى اقتناء من أجل تسهيل عملية التحضير واختصار الوقت. وشكرا لكم.